وهنا في العاصمة انجمينا مثل أمس وزير البنية التحتية أدم ينسمي مثل رئيس الجمهورية في ختام أعمال الدورة الثامنة التي نظمها الاتحاد الأفريقي حول السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا. المناسبة جرت بفندق هيلتون بحضور بعض من الرؤساء القدامى بجانب الخبراء. محمد حسن عبد الرسول. أنهى المشاركون في أعمال الخلوة التفكرية التي نظمها الاتحاد الأفريقي حول السلم والأمن والاستقرار أعمالهم التي استمرت 42 ساعة بمشاركة العديد من الممثلين من المتحدة والاتحاد الأوروبي والفرنكفونية وجامعة الدول العربية. في مستهل المناسبة الختامية قدمت خلاصة بيان أعمال هذا اللقاء الذي كان حافلا بالمداخلات والمناقشات والاقتراحات التي ركزت حول ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية والتوجه نحو التنمية المستدامة في عالم يسوده الأمن والسلام والازدهار وإبراز الدور الإفريقي. من جانبه سفير المتحدة وزير خارجية التشيكوسلوفاكي أشاد بالجو والظروف الجد ممتازة التي حظي بها المجتمعون خلال هذا اللقاء الهام، وهذه الأجواء كانت محفزة لنجاح المناقشات، شاكرا جميع الذين لبوا الدعوة للمشاركة في هذا الحدث، وأن نتائج هذا الاجتماع ستؤخذ بعين الاعتبار على مستوى اللجان المتعددة. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد قال: إنني أثمن وأشكر جميع الوفود الذين يمثلون أفريقيا والعالم الذين أطروا عبر مساهماتهم ومناقشاتهم واقتراحاتهم التي كانت متنوعة ومفيدة لنجاح هذه الخلوة لمواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد الأفريقي والعالم لتحقيق نظرة الاتحاد الأفريقي 2063 أفريقيا كما نريدها. وزير البنية التحتية آدم يونسمي ممثلا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قال: خلال يومين من عمر هذا اللقاء عكفتم بآرائكم وتوجهاتكم الصائبة والمتعددة نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار والوحدة والتضامن الأفريقي في عالم متغير، بغية إيجاد حلول للخلافات ومحاربة الرشوة والفساد الإداري والقضاء على الفقر في ظل توجيهات حكيم إفريقيا وحامي القارة الإفريقية رجل السلام إدريس ديبي إتنو الذي حلق بطائرته إلى السودان في عمق الخلافات مع السودان والتقى بنظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير ليضع حدا نهائيا لتلك الخلافات. إن الحكومة التشادية تدعم جهود الاتحاد الإفريقي من أجل إفريقيا قوية وقادرة بإدارة نفسها. وعقب ختام عمل هذا الملتقى فقد التقى زميل محمد حسن عبد الرسول برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، حيث أدلى بالحديث التالي حول أهمية الاجتماع. هذه الخلوة كما شاهدتم هي خلوة سنوية بدأت منذ 2006 في شرم الشيخ، وهي فرصة لنجمع دبلوماسيين ممثلين خاصين أو ممثلين للاتحاد الأفريقي، للأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، للاتحاد الأوروبي، للفرنكوفونية، وعديد من الشخصيات المرموقة في الساحة السياسية والدبلوماسية للتفاكر في بعض المواضيع. وحاليا الشغل الشاغل في أفريقيا معروف والأمن والاستقرار في الغارة، ولكن هذه المسألة لازم أن تدرس في إطار العلاقات الدولية في نوع من الظاهر منذ عدة شهور على الأقل، في نوع من الانفرادية من بعض الدول لفرض الرأي أو لإبراز مصالحهم الوطنية. بالتأكيد المصلحة الوطنية حق مشروع، لكن في بعض المواضيع هي تخص العالم ككل، ولذلك تدارسنا فيما يخص القارة الإفريقية الاتحاد الإفريقي ودوره في الأمن والسلم في إطار العلاقات وتقاسم المسؤولية قانونيا وحسب ميثاق الأمم المتحدة. مجلس الأمن هو المكلف بما يخص الأمن والسلم والاستقرار في العالم، ولكن زي ما يقول المثل عند جهينة الخبر اليقين، لأن ما يجري في تشاد أهل تشاد أدرى منه من أي شخص تاني، وما يجري في إفريقيا الأفارقة هم أدرى، ولذلك المشاركة والعمل
في أساس الشيء الموضوعي الجاري في الأرض سيكون أحسن أن نضافر كل الجهود ونتوصل إن شاء الله لحلول بعض المشاكل. كما تحدث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. متابع. بدأنا لأن وهذا شيء منطقي في منظمتين، نحن لنا مجلس الأمن والسلم الأفريقي وهناك المجلس الأمن للأمم المتحدة، نحن لا نناقض أن الأولوية هي لمجلس الأمن، هذا ميثاق الأمم المتحدة ونحن عضو في الأمم المتحدة، لكن فلنتقاسم المسؤولية. ولذلك أشيد بما قام به الأمين العام الجديد سيد أنطونيو غوتيريس، هو متحمس للقضية خاصة فيما يخص ما يجري في إفريقيا، وكان سابقا مفوض سامي للاجئين وله معرفة في ما يجري في الأرض، لذلك سهل واتفقنا وبدأنا أن ننفذ في بعثاتنا المشتركة، في بعثات حتى لو في نفس المنطقة إذا تتضافر الجهود. في شيء جديد غام في إفريقيا، مثلا دول محيط بحيرة تشاد، نحن نشيد بهذا الجهد أن الدول الإفريقية تواجه مسألة وهي في نفس المنطقة ضافرت الجهود وواجهت مثلا بوكو حرام، وحاليا مجموعة الخمسة دول الساحل. هذه القوة نحن في الاتحاد الإفريقي نشارك ونقوم بمساعدة هذه الدول، وطلبنا من مجلس الأمن أن هذه القوة تمول من الأمم المتحدة لأن هي تواجه الإرهاب والتهريب، وهذه الأشياء تشكل خطر للأمن والسلم، وهذه هي مسؤولية مجلس الأمن. أيضا التقى الزميل محمد حسن عبد الرسول ببعض المشاركين في أعمال الدورة الثامنة للاتحاد الإفريقي. متابع. أتوجه بخالص الشكر لجمهورية تشاد على استضافة هذا الحدث الهام، هو في الحقيقة خلوة خاصة بالاتحاد الأفريقي، وهي تم وضعها لصالح المبعوثين الخاصين، وهي سنوية، وهي الحقيقة الثامنة. ونحن هنا في هذا البلد الطيب الحقيقة كنا نتداول عن موضوع مهم جدا، هذا الموضوع يتعلق بالتعددية الدولية والنظام الدولي ووضع أفريقيا في هذا النظام. يعني الاجتماع هذا طامن اجتماع زي ما شفته، وبيلتقوا فوق الممثلين بتاع الأمم المتحدة اللي قاعدين بحافظوا على السلم والسلام في إفريقيا، واللي ممثلين بتاع الاتحاد الإفريقي لكي يتبادلوا ويروا كيف نقوي هذه العلاقة قبل كل شيء بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وفي نفس الوقت يبادلوا التجارب لكي نوصلوا للنتيجة هي أن إفريقيا تكون في سلام وأمن.